السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال. أنا معكم اليوم من مركز العلاج بالأوزون أو الأوزونوثيرابي اللي هو أول صف كاين في المغرب، وإن شاء الله غادي تشوفوا البروسيدور ديال كيفاش كتمر هذه العملية كاملة أو هذا البروتوكول في الحصة. أنتم كي كتشوفوا فوالا الصون ديالي، من بعد ما كان كيخرج كيعاود يرجع ليا الدكتور من بعد ما كيحقنوا البلوزون اللي هو كاين في هاد لاباراي هادي اللي حدايا اللي شفتوها قبل. وبطبيعة الحال الا كانت لاطونسيون كاين فيها مشكل كيعاود يعبر ليا لاطونسيون هي الاولى، وكيشوف الدكتور واش نقدر ندير الحصه ديك الساعه ولا خصني نتسنى مازال ولا نجي نهار اخر. دونك هذه هي اول حاجه، وما تنساوش كيف ما ديما قبل ما نبداو تابوناو وديروا جيم لا فيديو فضلا لامرنا الدكتور الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تبخلوش علينا بالاراء ونبغيكم تستافدوا نتوما ان شاء الله من الحصص تاع الأوزونوثيرابي. جاو بزاف ديال الاخوات الحمد لله من بعد ما شافوا من بعشير ونفعهم الشهاده ديالهم، تيقولوا بانه عطاهم واحد لي سيرفيس بينين نقص عليهم بزاف ديال الاعراض الجانبيه ديال لاشيميوثيرابي. لذا نتوما استفدوا من هذا العلاج ما حدو كاين ان شاء الله. الأوزون هو غاز تكتشف في نهايه الحرب في نهايه القرن التاسع عشر، واستعمالات الاوليه ديالو كانت لعلاج الجرحى ديال الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. بعد الحرب العالميه الثانيه تم بزاف ديال الابحاث وبان بان الأوزون عنده فوائد اخرى، منها مضاد للالم، مضاد للالتهاب، كيصفى الجسم من المواد السامه اللي فيه، وكيقاد المناعه. اللي كانت المناعه زايده او ناقصه فعلى حسب الكميه ديال الاوزون اللي كنعطيو، فالاوزون كيقاد المناعه ديال الجسم. الاستعمالات ديالو كثيره في علاج الامراض اللي فيها الام، في علاج امراض الروماتيزم، في علاج غير الانسان اذا بغى يتهلا في راسو ويقاد الجسم ديالو ويصفي الجسم ديالو من المواد السامه. في حاله ما اذا كان هناك سرطان، فالأوزون كيرد الخلايا السرطانيه بلو سونسيبل، يعني ان المفعول ديال المواد الكيماويه ولا الراديو ثيرابي كيكون اكثر، كيمنع ان المناعه الجسم تنزل، يعني ان المريض ما كتنزلوش المناعه ديالو بصفه مهمه. ثالثا الحاله العامه ديال الانسان ما كتدهورش بفعل الشيميوثيرابي ولا الراديو ثيرابي. طرق الاستعمال متعدده، فهناك طريقه سكون ابل لا غوندمون ثيرابي، كنهزو شويه ديال الدم كنخلطوه مع الأوزون وكنحقنوه فواحد سيركوي فيرمي، واحد دوره مغلق، يعني الدم ما كيقبلش حتى شي حاجه اخرى برا من الجسم. هذه الطريقه هذيك علاش كنستعملها؟ لان الأوزون غاز ما يمكنناش نحقنوه بصفه مباشره في الوريد. والطريقه هناك الطريقه الطرق كثيره، كيمكن نعملو باس وحده مره وحده، كيمكن نعملو 5 مرات، ولا كيمكن نعملو 10 مرات، داكشي على حسب المرض اللي تستعملو الأوزون. الطريقة اللي يستعملو هي الحق في الشارج، غير كنحقنو في الشارج المصران كبير الكرون كيمص داك الأوزون، وديك الأوزون كيخرج للدورة الدموية. داكوغ. طرق أخرى ديال الاستعمال وهي حقن تحت الجلد، الجميد، حقن تحت الجلد حول المفاصل اللي كيكون فيها ألم كيكون فيها التهاب، يمكن نحقنه مباشرة في قلب المفصل اللي كان هناك التهاب حاد والألم ديالو كثير. يمكن نحقنوه في الوريد في الميسك انترامسكولار، يعني على حسب الانديكاسيون، على حسب المرض اللي كيستعملوا الأوزون. يمكن يكون الحقن اما تحت الجلد او حول المفصل او في الوريد. هناك طرق اخرى منها الصونار ديال الأوزون، كاين بعض الناس اللي ما عندهمش
عند المشكل ديال لافان ديال التوليده ديالو كتكون رقيقه بزاف وصعيب باش تاخذ لافان. فالحال كيمكن نستعملو السونار، كاين لو فقد واحد كيسون مشدود كيسخن، ديك السونار كتسخن الدات كلها وغير كيتحيدو ديك لي بور ديك المعسان ديال الثقوب اللي كاينه في الجسم كتحل، كنعملو لوزون والجلد كيمتص دوك لوزون اللي كنديرو. يمكن لوزون يتعطل بواسطة ماء أوزوني ولا بواسطة زيوت طبيعية أوزوني، يعني حسب الانديكاسيون حسب السبب اللي غادي تستعملو لوزون. يمكن الإنسان يشرب لوزون ماء أوزوني ولا يمكن يستعمل زيت أوزوني للجلد. لوزون عندو حالات باش ما خصوش يتستعمل، بحال مثلا الانسان اللي كان عنده الغده الدرقيه كتخدم بزاف، ولا المراه الحامل، ولا الانسان اللي كان عنده ارتفاع الضغط كثير اكثر من 20 وما كياخذش علاج، اما الا خد علاج فالمشكل ما كيتسالش. اللوزون ما عندوش اعراض جانبيه، اذا تستعمل بطريقه معقلنه باحترام للبروتوكول ديال الاستعمال فما هناك ما عندوش اعراض جانبيه، لان مبني على المواد طبيعية. اللوزون كيتستعمل بواسطة حصص، وكل مرض أو كل انديكاسيون عندها العدد ديال الحصص ديالها، كيمكن تمشي من 5 حتى 10 حتى 20 ديال الحصة على حسب طريقة الاستعمال وعلى حسب المرض اللي غادي يستعملو اللوزون. شكرا دكتور يمالي، هاد المعلومات كامله اللي قلتيها مزيانه للناس اللي غادي يستافدوا ان شاء الله ويعاودوا يجيو بكثره باش يديروا هاد العلاج ويستافدوا. كيف ما انا الحمد لله استفدت وكنحس يعني براسي من بعد العمليه انني واقفه وكنقدر ندير بزاف ديال الحوايج في نهار واحد، يعني كاين واحد الاختلاف فاش كنت درت العمليه الاولى في 2019 وديك الساعه ما كانش عندي فكره على لوزونوثيرابي، وكنت يعني دوزت واحد المعاناه وعييت فيها بزاف، حتى اليد ديالي كان عندي مشكل في الحركه ديالها، وليني ملي درت هذه العمليه وجيت درت لوزون قبل من العمليه ومن بعد حسيت براسي بانه عاوني في الحركه ديالي في المناعه ديالي في يعني في لي دولور، حتى هما ما جاونيش دي دولور، كنعس الحمد لله مرتاحه. شكرا بزاف دكتور. اللي بغاو معلومات اضافيه يمكن يتصلوا معايا بالهاتف ونهضر معاهم ونعطيهم جميع المعلومات اللي بغاو على اللوزون على الاستعمالات ديالو. شكرا دكتور، نهاركم برو.